بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنستكمل برضو محاضرات مقرر الشؤون الصحية في صناعة الضيافة. دي المحاضرة الخامسة والسادسة مع بعض برضو في فيديو. إزاي نمنع وصول الحشرات والقوارض وخلافه، طبعا أي حشرات، إلى المنشآت الفندقية، إن كانت مطعم، إن كانت فندق، إن كانت حجرة فندقية، أي شيء موجود في المنشآت الفندقية. إزاي بنعمل مكافحة للآفات ديت؟ أول حاجة، الآفات دي اللي ممكن أن تسبب متاعب في المؤسسات الفندقية بتشمل أول حاجة المايس اللي هو الفئران، وكمان الجلزان اللي هي الراتس. وطبعا في فرق بين الجرز والفئران بالنسبة للحجم واللون وطبيعة الحياة بتاعتها يعني. كمان الذباب حاجة من الحاجات السخيفة جدا ونقيلة جدا للأمراض. في طبعا الذبابة الزرقاء، ودي بتيجي على اللحوم والروائح، اللحوم اللي هي حصل لها نوع من أنواع التعفن كده. طبعا الصراصير، النمل، السوس، الخنافس، حتى الطيور نفسها ممكن تيجي، الطيور الموجودة. فازاي نكافح هذه الآفات؟ ودي كنا نعتبرها آفات أي حاجة غريبة على المكان المنشأة الفندقية مش من مكوناته، وإن هي بتسبب أمراض، دي كلها نعتبرها آفة. هذه الآفات بتحمل طبعا بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي، حيث يمكن نشرها في الأغذية. يعني إيه الفئران بتعيش فين؟ الذباب بيعيش على إيه؟ الصراصير بتعيش على إيه؟ كل الأشياء ديت بتعيش على حاجات قاذورات، فطبعا أجسامها نفسها بتحمل بكتيريا. ويمكن برضو موضوع فيروس كورونا دلوقتي قاعد يقول ممكن تكون الخفافيش، ممكن الصين كانوا بياكلوا أشياء مش ملوثة وبياكلوا حشرات وبياكلوا أشياء كتيرة، لأن فعلا الحاجات دي بتحمل كثير من البكتيريا. وطبعا البكتيريا بيكون أولها فيروس وتتحول إلى الإصابة البكتيرية، وطبعا دي من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا، لأن التسمم الغذائي ممكن فعلا في كثير من الأحيان ممكن يؤدي إلى الوفاة. الفئران والجرذان دول بيتغذوا طبعا على الفضلات، وطبعا موجودين في المجاري، فهي طبعا بتحمل بكتيريا ممرضة على رجلها وفي قنواتها الهضمية. يعني لو مشيت على الأغذية هتلوثها، لو كلت من الأغذية وطلع منها إفرازات برضو نفس الوضع، فطبعا دي عملية صعبة جدا وغير صحية. طبعا في حشرات برضو تغذى على فضلات الإنسان والحيوان، زي الصراصير، زي السوس، حاجات كتيرة جدا بتكون موجودة في أماكن مش غير مرغوب فيها وقذرة، بتحمل البكتيريا الضارة في أفواهها وفي قنواتها الهضمية وعلى أقدامها وشعر أرجلها، زي الصراصير مثلا. فازاي بقى ان احنا نعمل انفكيشن، عفوا انفستيشن، في مكافحة اللي هي مكافحة الإصابة بالآفات. افضل طريقة ان انا اكافح فيها الآفات دي ان انا اصلا امنعها من دخول المبنى اصلا، لان احنا حتى قلنا الابواب والشبابيك بتاعة المطبخ المفروض انها تكون محكمة عشان ما تدخلش فيها حشرات. الحاجة التانية، النظافة الدائمة برضو بتمنع وجود الحشرات، عدم وجود الشقوق والاماكن اللي ممكن تستخبى فيها هذه الحشرات. يمكن تحقيق الكلام دوت بثلاث طرق. الطريقة الاولانية من انا قلت ايه، امنعها من الدخول بتاع الايه، المبنى. طبعا المبنى بيكفل الوقايه من الافات. في طبعا دلوقتي في اجهزه طارده للحشرات، في اجهزه بتعمل ومضات صوتيه او ومضات اشعاعيه، في حاجات تمسك الناموس، يعني في عندنا حاجات كتيره جدا ان احنا نقدر ان احنا نستخدمها. طبعا اساسيات المبنى من الكونكريت بعمق لا يقل عن 2 قدم تحت سطح الارض و12 بوصه اعلى سطح السطح. دي برضو يعني اساس ان انا حتى وانا بعمل منشاه، طبعا احنا انتوا كعاملين فيها، وهو المهم على اللي بينشئ المبنى. كمان الحاجه التانية، بيكون جميع الفتحات حول المبنى مغلقه بالماده اللي اسمها الكونكريت، ديت بتبقى مانعه لدخول الحشرات. برضو قلنا الابواب والنوافذ تكون مقفله اقفالا محكما. كمان حمايه اسفل الابواب الخارجيه بطبقه معدنيه حتى لا تقرضها الفئران. ما ينفعش احط ماده ممكن الفئران تاكلها، ده الفئران بتاكل السلك اللي هو موجود على الشبابيك، لذلك لازم تكون طبقه معدنيه لا تستطيع الفئران ان تقرضها. فتحات التهويه طبعا لا يزيد قطرها عن نصف بوصه. جميع فتحات انابيب الخدمات محاطه بالكونكريت، اللي هي انابيب الغاز وانابيب التهويه، كل الحاجات دي لازم تكون محاطه بماده الكونكريت.
الابواب والنوافذ برضو مزوده بسلك مانع للذباب، ويفضل ان يكون سلك معدني، والمحافظه على غلق الابواب الخارجيه واستخدام الابواب المزدوجه لمنطقه الاستلام. يعني ما ينفعش ان انا اخلي المناطق بتاعه استلام الغذاء او تسليمه منطقه مفتوحه، لا المفروض يكون في ابواب خارجيه مغلقه، ولكن في المنطقه جوه ممكن اخد الابواب المزدوجه اللي هي بتفتح وتقفل، بحيث ان انا اكون سهله الحركه في الوقت نفسه، عامله حمايه لهذه الاماكن من دخول الحشرات. طبعا كل الشقوق الموجودة في الأرضية لازم نمنحها عشان اختباء الصراصير، التهوية الجيدة للتخلص من الروائح اللي بتجني عفوا طبعا هي الروائح الجاذبية دي، يعني مش الجانبية، نصلحها بقى، يعني من الروائح الجاذبية الجاذبة للحشرات. المحافظة على مناطق تخزين الأغذية في حالة جافة، لأن برضو الرطوبة بتدي فرصة لتكاثر هذه الحشرات ووجودها في مناطق تخزين الأغذية. فحص جميع الواردات من الأغذية للكشف عن دلائل الإصابة بالآفات. ما ينفعش إن أنا أجيب رز ولا حبوب ولا شيء فيها سوس وأقول السوس مش هيدخل مطبخي، لازم أكشف عن هذه الحبوب المواد الخام بحيث ما يدخلش المخزن عندي حاجة تحمل أي شيء من هذه الحشرات. كمان الحاجة التانية إن أنا أقضي على أماكن اختباء الآفات. أنتوا عارفين كل حشرة أو كل آفة لها طريقة كده في الاختباء بتاعها. إزالة أماكن اختباء ونشاط الآفات عن طريق التخلص، أول حاجة ما يكونش عندي فضلات، ما يكونش عندي كراتين العبوات موجودة، وفي عندي قطع خشب، في عندي رطوبة، ما عنديش تهوية جيدة، كل دوت مش هيمنع لي الفئران والصراصير إنها تنتشر عندي. فعشان اقضي على الاماكن ديت ما يكونش الاماكن دي موجوده عندي، فاتخلص بهذه الاشياء والفضلات اول باول. الحاجه التانية المحافظه على المسافه بين الارفف والحوائط الارضيه والارضيه. يعني ايه؟ ما اعملش الارفف بحيث انها تكون لازقه في الارضيه او لازقه في السقف، ما ممكن هو الفار او الحشرات تزن نفسها هنا او هنا، فاسيب مسافه لا تقل عن 20 سم عشان اقدر انظف هذه الاماكن واقدر اوصل للاماكن اللي مختبئ فيها هذه الحشرات. طبعا اخد بالي جدا من صديق القمامه، دي مهمه جدا انها تكون على الارفف اعلى من الارضيه بمسافه حوالي 18 بوصه على الاقل. طبعا انتوا عارفين البوصه 2 سم ونص، فعلى الاقل مع تغطيتها باحكام. يعني ما احطهاش على الارض، احطها على رف، والرف دوت بيعلو الارضيه بمسافه حوالي 18 بوصه وتكون محكمه عشان برضو ما توصلهاش الحشرات وخاصه الفئران والصراصير. هذه الاحتياطات بتساعد على ابعاد الفئران والحشرات عن مكان المطبخ. الحاجه كمان التانية ان انا اتخلص من تعامل الافات. انا عارفه كل حاجه، يعني عارفه الفار بيحب ايه، الصرصار بيحب ايه، فاكون متخلصه من هذه الفضلات. طبعا بخزن الاغذيه الجافه في اوعيه مقاومه للافات عشان ما يحصلهاش، ما تتسوسش، ما يجيلهاش سوس. الاغذيه برضو تكون بعيده عن الارضيه والحوائط، يعني لا خليها ملزوقه على حيطه ولا ملزوقه على الارضيه، لازم تكون في اماكن عاليه شويه، وتكون في عبوات جافه وسليمه ومحكمه الاغلاق. كمان الحاجة تانية المحافظة على دوران المخزون لعدم إعطاء فرصة لتوالد الآفات في المخزون القديم. هو دايما نقول في عندنا نظرية إن اللي دخل أولا يستخدم أخيرا، يعني فلازم آخد الحاجة اللي دخلت في الأول أستخدمها قبل اللي دخلت في الآخر عشان ما يبقاش عندي مخزون قديم، وبرضه يساعد على توالد الآفات. بنطبق إجراءات النظافة المنتظمة لكل المناطق اللي بيتم فيها استلام الأغذية أو تخزينها أو إعدادها، دايما على طول النظافة الدايمة، والكلام ده احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت. طبعا اهتم جدا بتنظيف الأركان، الأماكن اللي فيها وأسفل الأرفف وخلف المعدات بالقرب من معدات الطهو. ليه؟ لأن الحتة دي دايما الآفات والحشرات بتستخبى فيها، فدايما تكون الحاجات دي على طول متنظفة بصفة مستمرة. بنجفف كمان السوائل المنسكبة زي ما احنا قلنا، برضو قلت المحاضرة اللي فاتت، ما ينفعش ان انا عندي حاجة تتكب واسيبها لغاية ما انضف التنظيف. كل شيء يسكب على الارض لازم على طول ان انا انضفه، في مثلا قطعة خبز، قطعة فاكهة، قطعة اي اكل نزل على الارض لازم على طول المه في الحال، مع العناية بمراقبة المنطقة حول صناديق الفضلات. بعرف من صناديق الفضلات في حشرات ولا لا، بشوف بقايا الحشرات الموجودة ديت بتبقى سايبة اثر معين، فلازم اخد بالي هل في فعلا حشرات موجودة وفئران موجودة ولا لا.
برضو بحط الفضلات نفسها في صناديق محكمة الغلق، بنقلها بسرعة لأماكن التخزين بتاعتها اللي هي في أماكن تخزين خاصة بالفضلات لغاية لحين التخلص منها. طبعا أنظف وأطهر صناديق وبراميل الفضلات بانتظام، أحط طبعا حاجات ومساحيق ومنظفات بحيث إن أنا تعمل طرد لهذه الحشرات. كيف التخلص من الآفات؟ كمان بيستدل على الآفات كالتالي: مثلا لو عندي الجرذان والفئران اعرف ازاي ان هي موجوده ولا لا، الاقي في قطرات كده زي بقع ميه كده، في علامات قرد خشب اوعيه الاغذيه، بتلاقي في اغشيه من المواد الدهنيه اللي بتسيل عليها الفئران، بتلاقي في اثار قدمها حتى لو في مثلا الارضيه متربه شويه تعرف ان الاثر بتاع المشي بتاعها. بالنسبه للحشرات بتلاقي فيها يعني اما الحشره نفسها موجوده، انت شايف صرصار ماشي او شايف نمله او شايف سوسه، كمان ممكن الشعر والزغب نفسه، في كمان اكياس البيض الموجوده بتاعه الحشره ديت او بقايا الطعام. طبعا نسيج العنكبوت احنا بنشوف العبوات والارفف والطعام والاسطح، فدايما طبعا يكون لازم يكون في، لو هو موجود هنشوفه بعينينا، فلازم يكون في تنظيف على طول. عند وجود علامات الاصابه بالافات يجب اتخاذ اجراءات التخلص منها فورا نظرا الى الخطوره الكبيره الناجمه عن التلوث الغذاء. في كثير من الاحيان يكون من الافضل الاستعانه بشركه مخصصه لهذا الغرض. طبعا الفنادق الكبيره وعلى حسب الرتبه بتاعه الفندق ما بيخلوش بيخلوا في شركات خاصه هي اللي تدخل تنظف الاماكن ديت، بتكون متخصصه وعارفه هي بتمنع هذه الافات والحشرات انها تكون في في المكان دوت. ويجب ان يؤخذ في الاعتبار انه لا يوجد اي مبيد للقوارض ليس لها بعض الاثر السام على الاطفال والحيوانات الصغيره. طبعا اي مبيد هحطه للقوارض او حتى للحشرات او حتى البخ اللي احنا الرش العادي دوت او على الصراصير او لاي شيء، كل دوت لازم هيكون ليه اثر سام على الاطفال والخاصه الحيوانات الصغيره. يعني لو في طعام ملوث يمكن الكبير شويه يستحمله، لكن الاطفال والحيوانات طبعا ممكن يحصل على طول عمليه وفاه. طبعا في كمان خطر حقيقي من الكون ان يحصل رش لهذه المبيدات فيحصل تلوث للاغذيه او في المناطق بتاعه اعدادها نفسها. يعني احنا لازم ناخد بالنا حتى واحنا بنرش الحاجات ديت، لازم ناخد بالنا ما يكونش فيه لوح بتاع تقطيع هستخدمه على طول كده وهو طبعا اتلوث بهذه المبيدات. فكل الامور ديت لازم ان احنا ناخد بالنا، لدوت خطر حقيقي جدا لتلوث الاغذيه. برضو المكونات الأساسية اللي بتتواجد في كافة البيوت والمنازل والمنشآت الفندقية ومنشآت الأغذية: الكثير من الأساس، يعني في عندي مكاتب وعندي فتحات وعندي كراسي وعندي دواليب، وطبعا معظمها بيبقى فيها تركيبها في الخشب والجلود والأقمشة، وكمان ممكن الجست نفسه هو بياكل مع طفل ولا حاجة بيقع بقايا طعام، كل الدوت بيحصل فيها عندنا ممكن تدخل فيها حشرات. طبعا الاماكن كمان غير بس الاماكن ديت، في كمان الملابس القطنيه والصيفيه والجلديه والكتانيه، دي كلها موجوده. يعني لو احنا مثلا دخلنا غرفه بتاعه غرفه نزيل، هنلاقي فيه عندنا فوط قطنيه، هنلاقي فيه بطاطين صوفيه، هنلاقي فيه جلود، هنلاقي فيه كتان، كل الحاجات دي ممكن هنلاقيها في هذا المكان. طبعا كمان الموكيت والسجاد في تغطية الأرضيات، كل المكونات الموجودة ديت في كل، طبعا مش بس في المنشآت الفندقية، في كل البيوت بتاعتنا وفي كل المؤسسات وجود الحاجات ديت لازم يكون في عملية دايما مستمرة في التنظيف عشان ما تحويش هذه الحشرات. طبعا في كتير جدا من الفنادق كمان بتقوم بلزق ورق حائط على جدران الحجرات، طبعا دي برضو بتكون لها فرصة ان تختبئ في ورائها الحشرات لو ما كانش ملصوقة بطريقة جيدة. كما برضو في كمان المخازن بتاع تخزين المواد الغذائية المختلفة بكافة المنشآت الفندقية، في عندي حبوب، عندي بقول، وفي الفاكهة الجافة، وفي المعبأة طبعا في أكياس مصنوعة من الكتان أو البولي إيثيلين داخل صناديق مصنوعة من الكرتون. يعني تخيلوا مثلا عندي حبوب زي الأرز مثلا محطوط في كيس من الكتان أو بولي إيثيلين، برضو الفران برضو بتتغذى عليه داخل صناديق من الكرتون، دي بتدي فرصة أكبر لتواجد هذه الحشرات. طبعا دي صورة كده مقززة لمجموعة الحشرات، وطبعا ده الفار الجميل دوت يعني موجود، ربنا يكفينا شره كده. طبعا بتتواجد هذه الحشرات بأنواعها، وطبعا ممكن تصيب كل هذه المواد الغذائية وتصيب كمان الأساس والفرش الموجود. في عندي
طبعا لو الحشرات دي موجودة بيبقى في تلف كتير كبير جدا، بتسبب طبعا خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة، غير طبعا الناحية الصحية. تنقسم الحشرات المسببة لهذه الأضرار إلى مجموعتين، إلى مجموعات عفوا. المجموعة الأولانية بنسميها حشرات الملابس والسجاد والأثاث، زي العتة والقوارض، الحاجات اللي بتاكل السجاد وبتاكل الأثاث والملابس، زي سوست الخشب، دي كلها مجموعة حشرات خاصة بالملابس والسجاد والأثاث. وكمان عندي في مجموعة تانية للخامات الغذائية، يعني مثلا في عندي الصوص للأرز والصوص للفول والبقوليات، كل الحاجات دي كلها ممكن تحصل لها لها فيها حشرات. كمان في حشرات الفاكهة والحلويات، وفي حشرات الحبوب والبقوليات. إذا كل أنواع الحشرات ديت، كل مجموعة من الحاجات الموجودة اللي هي متوفرة في المنشأة الفندقية لها حشرات خاصة بيها. والحشرات نمسك بقى كل مجموعة كده لوحدها، حشرات الملابس والسجاد والأثاث. هذه الحشرات طبعا بتعمل تلف للملابس الصيفية وللفراء وللكتان والقطن والبولي إستر والجلود في صناعتها. كل دي لو الملابس ديت مثلا مخزنة للسجاد والأثاث مخزنين أو مش بيحصل لهم عملية تطهير دائم، طبعا دي الحشرات دي بتنمو عليها وتعمل لها أضرار كبيرة جدا. طبعا في اسباب كمان كمان تسبب اضرار بالغه للاساس المصنوع من الجلد والخشب الرقيق والقطن والصوف. كل الحاجات دي في حشرات، لذلك بنقول بتيجي شركات خاصه بترش هذه الاشياء عشان تمنع هذا التلف وهذه الحشرات. طبعا برضو الفساد والتلف برضو بيوصل لغايه السجاد والموكيت. المجموعه بتاعت الحشرات ديت بتبقى عباره عن موجود عندنا في الجدول، يعني في عندي حاجه اسمها دوده الملابس الناسجه، في دودة الملابس ذات الكيس، دودة السجاد، خنفساء السجاد، خنفساء الأساس، خنفساء السجاد الأسود. إذا أنا عندي مش حشرة واحدة، عندي، وده طبعا ده عدد بسيط جدا من الأمثلة، لكن احنا بنتكلم على أساس إن كل شيء ليه حشرة خاصة بيه. يعني خنفساء السجاد غير خنفساء الأساس نفسه اللي هو الأساس بتاع المكان. كمان بنتكلم على دودة الملابس الناسجة، هي طبعا بتسبب أضرار بالغة بالمنسوجات الصوفية والجلود والريش والفراء. وزي الحشرة دي طبعا جنس، مش مهم عندي اسم الجنس، لكن عندي لازم أكون عارفاها إن هي بتكون على هيئة فراشة لا تظهر إلا في الظلام، يعني لما تيجي تطفي المكان كله كده تلاقي فيه زي ما تكون فراشة بتطير، دي بتكون دودة الملابس الناسجة. فلازم طبعا إن احنا ناخد بالنا منها، لأن هي الحشره دي بتحط من 100 ل 250 بيضه، وبتظهر بوضوح بالعين المجرده باللون الابيض على الاقمشه السوداء. يعني لو قميشه بيضه مش هنشوفها، لكن اقمشه السمراء بتبان على طول فيها البيض اللي هو موجود، بيبان على طول باللون الابيض، بيبقى واضح. ناس كتيره جدا بتبقى مثلا بتخزن حاجات في الشتاء، الملابس الشتويه، وتيجي تطلعها تلاقي فيه زي ما تكون بقعه بيضه كده. البقعه البيضه ديت هي عباره عن حشره، عفوا البيضه بتاعت هذه الايه الحشره. طبعا بتسبب اضرار كتيره جدا، لانها بتصيب المقاعد والفتحات المغطاه بالجلود والبوليستر والصوف والوبر والريش. بتضع الفراشات بتاعتها، الفراشه اللي احنا بنقول بتمشي في الظلام ديت، بتحط الفراشه ديت بتحط البيض بتاعها على الغطاء الخلفي الخارجي للكراسي، وتفقس البيض. طبعا لما يطلع البيض هيطلع منه ايه، ديدان. الديدان هتعمل ايه، هتتغذى على الوبر، تلاقي القمشه نفسها دابت فجاه كده، دابت طبعا. ليه؟ لان ما فيش فيها عنايه ولا فيها تنظيف. بتقوم بعمل انفاق بيضاء يمكن رؤيتها برضو بسهوله، وفي حاله اهمالها بتقوم الديدان ديت بغزو النسيج الداخلي للقماش كله، فبتعمل له عمليه هلاك جامده جدا. الديدان دي لا تتغذى على الاقمشه القطنيه، ولذلك ينصح بوضع بطانه داخليه من القطن للمقاعد قبل وضع الغطاء الخارجي عليها المصنوع من الصوف. يعني ايه النقطه ديت؟ النقطه دي ان احنا لما بنشوف اي حشره بنشوف هي بتتغذى على ايه، ايه اللي ما تتغذاش عليه، فنعمل لها العكس ان احنا ادينا من طرق الوقايه يعني. فهي الدوده دي اللي هي الملابس الناسجه ما بتتغذاش على الاقمشه القطنيه، فعشان كده بنقول لما نكون بنعمل مقاعد البطانه اللي جوه تكون من القطن قبل ما نحط الغطاء الخارجي المصنوع من بره من الصوف، عشان كده هي مش هتقدر ان هي تدخل تبوظ الملابس من الايه الداخل، اللي هي كانت هتتغذى عليه لو كانت موجود مش موجود القطن. كمان دوت الملابس الناسجة ده المنظر بتاعها،
دي الفراشة الموجودة، وطبعا احنا ممكن نستفيد كمان بيها في بيوتنا، يعني نبقى عارفين حتى شكلها هي جاية منين، لان في ساعات الواحد يشوف فراشة يفتكرها جاية من بره خلاص ما اداش اهمية، فلازم ينتبه ان عشان دي ممكن تبوظ له الانسجة الموجودة عنده في البيت. في كمان الدودة بتاعت الملابس ذات الكيس، الدودة دي زي ما انتم شايفينها كده كأنها داخلة جوه كيس يعني، وديت بتكون الحشرة برضو دي لجنس معين، يعني مش مطالبين ان انتوا تعرفوا الجنس بتاعها، وهي من آفات الملابس الصيفية. يبقى التانية، يبقى اهم حاجة ان احنا نعرف اسم الدودة وبتشتغل على ايه. فدي بتشتغل على الملابس الصيفية، ده منتشرة في العالم كله. الفراشات دي بتحط حوالي 100 ل 150 بيضة بتفقس في الشتاء، والأضرار بتسببها إنها بتقوم بصقب الملابس الصيفية وتتغذى عليها وبتسبب تلف لجميع الملابس والأنسجة الصيفية. كمان دود السجاد اللي هي زي الموجودة كده قدامنا في الصورة، الدودة ديت بيطلق عليها عتة السجاد، حتى يقول لك مثلا لما تكون مسافر ولا رايح مكان حاول تلف السجادة بتاعتك، في ناس يقول لك رش نفتالين، في ناس يقول لك حط فلفل أسمر، حاجة المهم إنها تبعد هذه الإيه الدودة. الدودة دي معروفة بكلمة العتة، احنا طبعا عارفين كلمة العتة زي عتة الورق وعتة السجاد. بيض الفراشة دي بيشبه دودة الملابس، وتقوم بعمل أنفاق في اتجاهات مختلفة من نسيج السجاد، حتى تمسك السجاد لا تهلهلت كده لأنها الدودة ماشياها في كذا اتجاه. طبعا الأضرار بتسببها بتتلف الورق بتاع الحائط الملتصق بالغلا، بتتلف الفراء وبتتلف الجلود والسجاد والموكيت ذو الأسطح الخشنة، وحتى السجاد نفسه اللي هو كل أنواعه يعني. الأولانية كانت تدود السجاد، دي خنفسة السجاد زي ما شايفين كده منظر خنفسة، وهي نوعان، في خنفسة السجاد العادية وفي النوع الثاني بنسميه خنفساء السجاد المتغيرة. متغيرة يعني بتتغير لونها من مكان لمكان. النوع الأول منزل الحشرة بيصيب السجاد الموجود بالمنازل والفنادق، وشكل الحشرة بيكون بيضاوي زي ما احنا شايفينه، صغيرة الحجم لونها أسود مع وجود لون أحمر على الجوانب الطوليه لها، يعني في زي كانها في الاجنحه كده موجود اللون الاحمر. طبعا من عادتها اداء الموت عند اسارتها، يعني الغريبه ان عامله زي الثعالب كده، تيجي تمسكها تعمل لك انها ميته مجرد ما تسيبها تمشي. وهي تطير خلال فتره الضوء نهارا، وتلاحظ على النوافذ والالواح الزوجيه قريبه من الضوء، وتنتشر هذه الحشره اثناء شهري مارس وابريل. الحشرة دي بتحط حوالي 36 بيضة تقريبا، بتختبئ هذه اليرقات، طبعا برضو كلمة خطأ كده، هذه اليرقات تحت السجاد أو بين الإيه الملابس. الأضرار اللي بتسببها برضو، أي حشرة بتشتغل إنها بتعمل ثقوب، بتعمل تهلهل للمكان، بتفقد القيمة بتاعتها أو الشكل بتاعها. تسبب تآكل على الشكل برضو، خطوط مستقيمة على السجاد. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هي الحشره اللي احنا قلنا متغيره، بتشبه النوع الاولاني ولكنها صغيره في الحجم، وتضع من حوالي 13 ل 44 بيضه، ودوت بيكون في فصل الربيع واوائل فصل الايه الصيف. خنفساء الاساس اللي هو الاساس اللي هي الحاجات المنجده يعني، زي الانترهات والصالونات، وحتى المراتب نفسها، تؤدي إلى تلف المقاعد والفتحات المغطاة بالجلد أو الكتان، وتحولها إلى كتل من الشعر التالف المختلط ببقايا جلد الحشرة، فيظهر على السطح الأساس باللون الأسود بوضوح. الخنفساء دي بتحمي برضو نفسها بتغير لونها، بالإضافة لأن لديها القدرة على الطيران من الأساس المصاب إلى الأساس السليم. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى تلف الأساس المغطى بالصوف أو الفراء أو الجلد. شكل الخنفساء ديت بيضاوي عريض ذو شكل ملون باللون البني المائل الى الاحمرار، بتضع حوالي من 20 ل 60 بيضه، وبرده عند اسرتها بتنكمش، مش بتعمل نفسها ميته، دي بتنكمش بس ايه بسرعه. الاضرار اللي بتسببها طبعا، بتعمل برده ثقوب في الانسجه اللي هي بتاكلها، وبتعمل مشاكل، وطبعا بتبقى خساره كبيره جدا، لان خلاص ما بنقدرش نستعيد هذه الاشياء. خنفساء السجاد الأسود اللي احنا شايفينها دوت، بتتميز طبعا بلونها البني الباهت في أول حياتها، وبعد كده بيبقى لونها أسود، وهذه صغيرة الحجم بيضاوية الشكل. بتفضل الضوء، بتحب الضوء جدا، دايما دايما كل الخنفساء دايما تلاقيها في الضوء.
موجودة في نوافذ الألواح الزوجية القريبة من الضوء. برضو الأضرار اللي بتسببها طبعا أكيد بتتغذى على السجاد المصنع من الصوف والكتان، بيحدث تلف على هيئة ثقوب عديدة. كمان في عندي حشرات الغذاء، الخامات الغذائية المخزنة، بتصيب هذه الحشرات منتجات الحبوب زي الدقيق والقمح والرز والفول السوداني، النباتات الطبية، العطر، عفوا النباتات الطبية والعطرية والتوابل المخزنة داخل مخازن الأغذية بالفنادق. أنواع الحشرات ديت في عندي خنفساء الدقيق، خنفساء السجاير، خنفساء الأعشاب والعقاقير الطبية، خنفساء العنكبوتية. يعني بنتكلم كده بسرعة على كل نوع. الخنفساء الدقيق ديت بيسمى خنفساء الدقيق الكستنائية، ومنها النوع التاني بيسمى خنفساء الدقيق المتشابهة، وهم برضو منتشرين في المطاحن وفي الأشجار وفي المخازن، وتتغذى على دقيق وتحول لونه من الى قرمزي. يعني الدقيق طبعا المفروض يبقى لونه ابيض فاتح، بيبقى لونه قرمزي لان طبعا بيحصل له خلق يعني، وبيحصل فيه ريحه كريهه جدا، بالاضافه انها تتغذى على بعض انواع الحلوى والفاكهه المجففه. وهم متشابهان جدا من ناحيه الحجم واللون، اللي هم خنفساء الدقيق الكستنائيه والمتشابهه، الا ان الحشره الاولى ذات لون اكثر اغمقاقا من الثانيه. بتحط حوالي 1000 بيضة على الدقيق والحبوب وأرضيات المخازن، وعند الفقس بيحدث طبعا ريحة كريهة جدا، كما أنها تنتج مواد فاعية سمية خطيرة، وهي دي المشكلة. لذلك انتوا لو لاحظتوا مثلا بالنسبة للقمح ودي والحاجات دي، ساعات في الدول ما بتستقبلهوش، وأي رز مسوس فيه سوس أو دقيق. ليه؟ لأن مش المشكلة إن هي بس بتبوظ الحاجة وتتلف في الخامة بتاعتنا، لا، كمان دي بتحط سموم في الغذاء، ولو الإنسان تغذى عليها طبعا هتبقى خطيرة جدا على صحة الإنسان. طبعا لها تأثيرات كمان، اضطرابات هضمية وأمراض سرطانية الخاصة بالكبد، وتأثر على الجهاز العظمي للأجنة. كل ده من الخنفساء بتاعة الدقيق. وطبعا انتوا عارفين الدقيق بيدخل في كل المخبوزات بتاعتنا، وفي الخبز وفي الكيكات، يعني مشكلة كبيرة جدا لو ما كانش في رعاية ورقابة على عدم وجود هذه الخنفساء في الدقيق. دي اسمها خنفساء الدقيق الصدائية، وزي ما انتوا شايفينها المنظر بتاعها دوت كده، وده نفس الكلام اللي احنا قلناه موجود على الصورة. خنفساء السجائر بتاعت التبغ يعني، طبعا دي بتتغذى على الدخان وتسبب في تلفه، كما انها تتغذى على الحبوب مثل الدقيق ومجروش الارز والفول السوداني وحبوب القهوه والبلح المجفف واليانسون والكراويه والكزبره والشطه والثوم. علاوه على ذلك انها تصيب برضو كمان معجون صلصه الطماطم، بتضع هذه الحشره البيضاء خلال شهر مارس. فطبعا برضو لما بنعرف حتى الشهر اللي هي بيظهر فيه، فنقدر نعمل تعقيم لهذه الايه المواد. في خنفساء الاعشاب والعقير الطبيه، بتسمى خنفساء مخازن العطاره، بيكون حجمها صغير جدا، واكيد كلنا بنشوفها دي في بعض البهارات والحبوب والحاجات الموجوده عند العطار. يعني حجمها صغير وذات لون بني مخطط بالطول، وهي حشرة خطيرة جدا، بتتغذى على كثير من الأطعمة، بتفضل العيش في مخازن الأدوية، مما يسبب تلف كمان حتى العقير الطبية والأعشاب والتوابل. لها طبعا القدرة على مهاجمة المواد الطبية السامة، وتخترق رقائق الألمنيوم والصفيح والرصاص، مع إنها صغيرة جدا كده بس خطيرة جدا، بالنسبة إنها ممكن تخترق أي سطح حتى لو كان ألمنيوم أو صفيح أو رصاص، لكن عاجزة جدا انها تخترق الحديد. في كمان الخنفساء العنكبوتية من اشهر انواعها، الخنفساء العنكبوتية الاسترالية وفي العنكبوتية الذهبية. طبعا الشكل بتاع الاسترالية شكلها بيضاوي، لونها بني غامق، بتتلف الاطعمة اللي قدامها ان كان حبوب فاكهة جافة اعشاب وتوابل. الخنفساء العنكبوتية الذهبية برضو كروية الشكل، دي بيضاوية الشكل، دي كروية الشكل، لونها ذهبي، بتميل إلى اللون النحاسي البراق، وتسكن الشقوق وداخل مخازن الطعام الرطب. عشان كده احنا بنقول دايما دايما نمنع الرطوبة في أماكن مخازن الطعام، عشان طبعا هذه الحشرات ما تتكونش فيها. تتغذى على الحبوب التالفة المصابة بحشرات أخرى، وتسبب التلف الأقمشة برضو والفراء والجلد. هتقولي يا دكتوره، طب انت بتقولي كل الكلام دوت ليه؟ ما انت لما تكون بتشتغل في مكان وتشوف حشره، تقدر ان انت حتى تعرف الحشره دي ايه، هتعمل ايه وهتسبب ايه.
لما تشوف منتج عندك خسران بتعرف هو مين، ايه سبب خسارته دوت، ايه الحشره الموجوده، عشان حتى لما تجيب تبلغ عنها تبقى عارف ان انت بتبلغ عن ايه. طبعا دي برضو اشكال الحشرات اللي هي نفس اللي احنا قلناها في الصفحه الاولانيه. كمان في حشرات الفاكهه والحلويات، في منها انواع عديده بتصيب الكثير من الفواكه الجافه والمحفوظه، الشوكولاته، المكسرات، الحبوب، الذره المجروشه، البطاطس، تسبب طبعا تلف شديد لها. ومن اشهرها، من اشهر انواعها، في دوده خاصه للشوكولاته بتنتشر في مخازن الغلال والمطاحن، تتغذى هذه الحشرات على الشوكولاته وعلى الرده وعلى الفواكه المجففه، بتعمل نسيج حريري بتصيب الاغذيه الموجوده. ساعات انت تيجي، يعني طبعا يمكن البنات يعرفوا الكلام ده اكتر، او الشباب اللي هم بيشتغلوا في فنادق، لما تيجي مثلا تمسك فاكهه مجففه او تمسك قطعه شوكولاته او حتى الرده، وخاصه دي بتظهر في الرده جدا، يعني تلاقي الرده كده فيها تجمعات حراريه كده، كان في حاجه نسيج كده حراري موجود، ديت من دوده الشوكولاته. طبعا دي برضو حبه صوره كده بتوضح اللي هي الحشرة، شايفين اليرقة بتاعتها اللي هي ديت، اليرقة بتاعت الدودة ديت، وطبعا ده شوكولاتة اهيت، شايفين منظر الحشرة موجودة ازاي، وهي بنفس الطريقة هنا. فطبعا يعني لما بنشوف حاجة زي كده ما نقولش دي بقى فساد كده ونروح اقطع الحتة دي، لا، اعرف ان الحشرة دي ماشية في قلب هذا المنتج. في فراشة مجروش الذرة، وطبعا دي برضو يعني هي بتبقى اسمها اسم على محصول معين، لكن تصيب حاجات تانية، يعني بتتلف برضو الفواكه المجففة، المكسرات، اللوز، البندق، عين الجمل، الكاكاو، بتتغذى بشراء على الذرة المجروش والحبوب، عشان كده سموها فراشة مجروش الذرة. حشرات الحبوب والبقوليات، طبعا انتوا عارفين الصوص كلنا طبعا ممكن نشوفه، يعني او الخنافس بسبب الفول واللوبيا، الفول السوداني، طبعا مشكلتها انها بتفرز مواد مسرطنه وتؤثر على صحه الانسان. من امثله هذه الحشرات صوص الارز والحبوب، حشره صغيره جدا جسمها مستطيل، الشكل لها فم طبعا قارد، كل الحشرات لها فم قارد، بتصيب العديد من انواع الحبوب. الانثى هي اللي بتقوم بمنفتحه في الحبه، في الحبه بواسطه فم، فمها بتعمل زي حفر كده معين، بتضع بداخله الايه، البيض، ثم تغطيه بماده جيلاتينيه عشان طبعا تحميه، وبعدين تخرج من الحبه بعد عمل ثقب كبير تخرج منه. وطبعا المنظر زي ما احنا شايفين كده اهوت، بتلاقي حبات الرز من جوه، بتلاقي السوسه موجوده جوه لان هي حطت البويضه، والبويضه تحولت الى يرقه، من يرقه الى حشره كامله. خنفساء البقوليات الجافه، كتير طبعا مننا بنشوف، ممكن شفنا اللوبيا والحاجات البقوليات، نلاقي كده السوسه موجوده داخل، تفتح مثلا فولايه تلاقي السوسه موجوده جوه. طبعا هي السوسه بتدخل ازاي، ان الانثى نفسها بتحط البيض في هذه الايه، الاماكن. والحشره دي طبعا بتصيب انواع كتيره جدا من البقوليات المجففه الجافه المخزنه، زي العدس، الفاصوليا، اللوبيا، والبسله. الأسئلة بتاعتنا برضو نفس الوضع زي ما بقول كل مرة، أسئلة الصح والغلط كلها صح، تذاكرها على أساس إنها كلها صح، وتاخد بالك من الخطأ لو جبت خطأ. أفضل طريقة لمكافحة الآفات هي منعها من دخول المبنى، ويمكن تحقيق ذلك بثلاث طرق أذكرها فقط، يعني قول لي طريقة واحد اتنين تلاتة وإحنا لسه شرحنا. السؤال الثالث، بتتواجد الحشرات بأنواعها اللي بتصيب المواد الغذائية والأساس والفرش، مما يؤدي إلى الإصابة بالتلف الشديد، بتسبب طبعا خسائر اقتصادية بشرية كبيرة. أنا دي جملة بقولها، جملة يعني واخدها من المحاضرة، فبقول لك وتقسم الحشرات المسببة إلى هذه الأضرار إلى 4 مجموعات، اذكر لي بس المجموعات بتاعتها اللي احنا خدناها في أول محاضرة، عشان كده بقول يعني الفكرة كلها إن بس عاوزين نشوف أنواع الحشرات المختلفة أو مجموعات الحشرات. هي عبارة طويلة عريضة، لكن كل اللي أنا عاوزاه منك إنك تقول لي أو تقولي لي الحشرات المسببة، المجموعات بتاعتها، ال4 مجموعات الموجودين موجودة في أول المحاضرة. برضو لسه بنكمل بقى في المحاضرة رقم 6 اللي هي طرق المقاومة والمكافحة، عشان نعرف نقاومها إزاي. المقاومة بتاعت الحشرات ديت، أول حاجة عندي مقاومة ميكانيكية. مقاومة ميكانيكية يعني مش بستخدم فيها مادة كيماوية، ولا بستخدم فيها أشعة، ولا بستخدم فيها أي حاجة.
بتتلخص في اتباع الخطوات التالية. أول حاجة إن أنا دايما بطهر المخازن باستمرار، دايما لازم أطهرها، بنظف الأرضيات وبرشها بالمحاليل المطهرة المطهرة، بفحص دايما مداخل المخازن للتأكد من عدم إصابتها، عدم تخزين المواد الغذائية ذات الرطوبة العالية حيث أن ارتفاع الرطوبة مما يسرع من إفسادها، فدي كلها بنسميها مقاومة ميكانيكية. إذا المقاومة الميكانيكية فيها عدة خطوات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي ديت، وبعد كده في عندي كمان ان انا البقول ما اخدها اعمل لها جرش، جرش اللي هو طحن يعني قبل تخزينها، مما يؤدي الى ابادة خنافس البقوليات فيها، وتنظيف الاقمشة قبل تخزينها وتعرضها للشمس، ازالة اي بيض عالق فيها، كي الاقمشه كي قبل تخزينها ازاله البيض العالق. لو انتوا لاحظتوا حاجه كلها حاجات ميكانيكيه، يعني بنظف وبكوي وبجرش وبكسر وما بضيفش ماده يعني، فدي عشان كلها بنسميها ايه، بنسميها مقاومه ميكانيكيه. بنظف الاساس المصنوع من الصوف او الكتان او القطن بالفرشه باستمرار، بنظف السجاد والمكت بصفه دوريه بالمكنسه الكهربائيه، ونسر النفتالين عليها عند تخزينها ولفها وحفظها داخل حوافز خاصه بيها. كل الدوت بنحاول ان احنا نعملها بطريقه ميكانيكيه. لكن في عندي مقاومه بنسميها مقاومه فيزيائيه اللي هي الطبيعيه، بنعتمد على ايه بقى، درجات حراره عاليه، درجات حراره منخفضه، الحاجات اللي هي ضد طبيعه هذه الايه الحشره. فاول حاجه ممكن استخدم المعامله الحراريه الجافه، ببيد بيها حشرات الملابس، الاغطيه القماشيه للقضاء على هذه الايه الحشرات. بستخدم المعامله الحراريه في مخازن الاغذيه للقضاء على الحشرات الموجوده في الموجود فيها الاغذيه. بحفظ الملابس في درجه حراره من 4 ل 10 درجه مئويه، بوقف نشاط الحشرات، او درجه حراره 17 بقضي برضو على الحشرات بتاعه الملابس. انا بعمل درجات الحراره على حسب نوع الحشره دي وطبيعتها، وهي ايه درجه الحراره اللي هي ما تعرفش تعيش فيها. كمان في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا تم القضاء على الحشرات بواسطه استخدام، هو ده موجود حتى عندنا في مصر، اكياس كبيره غير منفذه للهواء، لما بحط فيها الملابس او البطاطين او اي شيء انا عاوز اخزنه، بشفط منها الهواء من الكيس دوت يعني، فبيروح عامل ضغط زي بالظبط لما اكون بسحب الهواء من وانا بفرز الخضار، في آلات لسحب الهواء، هو نفس الوضع كده، فطبعا بتمنع الهواء فبتقضي على الحشرات الموجودة. بحط طبعا الاسلاك الضيقة على فتحات النوافذ بحيث انها ما تنفسش اي حشرة. طبعا برضو اغلاق ابواب المخازن الاغذية باحكام، تغليف الأغذية داخل عبوات مصنعة من أكياس الكرتون المحكم الغلق لمنع هجوم الحشرات عليه. طبعا دي يعني ماكينة من المكنات اللي هي بتاعة الضغط وسحب الهواء. المقاومة الثالثة المقاومة البيولوجية، أنا عندي مقاومة ميكانيكية، مقاومة فيزيائية، وعندي كمان المقاومة البيولوجية. كلمة مقاومة بيولوجية إن أنا هستخدم مقاومة يعني كأنه كائن حي بيموت كائن حي تاني. هذه الطريقة ناجحة للقضاء على الحشرات دون الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان أو المواد الغذائية. الأساليب المستخدمة إن أنا أستخدم الروائح الجنسية لجذب الحشرات بهدف التزاوج، يعني أنا طبعا تعرفين في حالة التزاوج الحشرات دايما الأنثى بتعمل روائح معينة عشان تجذب الذكور، ففي الوقت دوت أنا ممكن أنشر هذه الروائح فتنجذب الحشرات لها فاصطادها بهذه الطريقه عن طريق نشرها داخل مخازن الاغذيه، بتصبح طبعا عاجزه عن الوصول للجنس الاخر فما يتمش التزاوج، ما يحصلهاش نوع من انواع التكاثر. او ان انا استخدم هرمونات نمو بتنمو على نمو بتؤثر على نمو الحشره وتسبب لها الايه العقم عشان ما يحصلهاش برضو تطور. اجراء عدوى بكتيريه، يعني اجيب نوع من انواع البكتيريا للحشرات، فبرضو من خلال التحضير طبعا مستحضر معين يؤدي الى اهلاكها بدون الضرر للايه للانسان. تحسين بعض الصفات الطبيعيه للحبوب والبقوليات لمقاومه الاصابه بالايه بالحشرات، يعني لما اشتري حبوب وبقوليات وهخزنها عندي اخد الصفات الجيده اللي هي ما تكونش عرضه قوي انها تصاب بالحشرات. تعرض الحشرات تعرض عفوا الحشرات للاشعاع برضو بيؤدي العقمة. لو احنا لاحظنا حاجة، احنا كل معظم الحاجات اللي بنعملها هنا ان انا بسبب عقم للحشرة فما يحصلش تزاوج،
ما يحصلش أجنة تانية، فما يحصلش تكاثر وما يحصلش ضرر كبير. تعرض الحيوانات المصابة بالمجال الكهربي برضو بيؤدي إلى موت الحشرات، والأمور دي كلها كده. المقاومة الرابعة اللي عندي المقاومة الوقائية. كلمة مقاومة وقائية إن أنا بقي المكان نفسه ندخله الحشرات ديت. النوع ده بيعتمد على استخدام المساحيق والمحاليل ومركبات كيميائية بتخلط مع الحبوب للوقاية من الإصابة بالحشرات. طبعا أهم، وطبعا المواد دي لازم تكون غير ضارة بصحة الإنسان. من أشهر أنواعها في عندي مثلا أخلط الحبوب ديت بمسحوق الكبريت أو صخر الفوسفات، المحاليل المستخدمة للوقاية من الملابس والسجاد والأصواف، في محاليل معينة ترش عليها كده بحيث تمنع هذه الحشرات. كمان في مركبات زي المركبات الطبيعية المستخدمة في أنواع النباتات زي زيت الكتان، زيت حبة البركة لإبادة الحشرات. دي كلها أشياء بنحطها بحيث إن احنا نمنع هذه الإيه الحشرات. المقاومة كمان رقم 5 اللي هي المقاومة الكيميائية، اللي أنا بقى بستخدم فيها مادة كيميائية. بيستخدم طبعا التبخير كوسيلة لإبادة الحشرات عن طريق إنتاج غاز بيشل الجهاز التنفسي الحشرة. وطبعا الحالة دي لازم ناخد بالنا من الجهاز التنفسي الإنسان لأنها برضو ممكن تأثر عليه. فحتى في عملية التبخير ده الشخص اللي بيقوم بعملية التبخير لازم يكون لابس ماسك عشان يمنع وصول الغاز للجهاز التنفسي. من أشهر هذه المركبات طبعا نفتالين. كلنا طبعا عارفين النفتالين، بنحطه في وسط الملابس، نحطه في الدواليب، وخاصة لما نكون بنخزن حاجة. طبعا ديت بتبقى عبارة عن مقاومة كيميائية. كمان في صبغ الكافور بيمنع إصابة الملابس من الحشرات. في خليط من النفتالين وصبغ الكافور لمكافحة البيض بقى واليرقات، يعني بيحطوا الاتنين مع بعض يمنع لك يكافح البيض أو يقضي على البيض ويرقات دوت الملابس. كمان في أجهزة مقاومة للحشرات، يعني مش بس المقاومه الميكانيكيه والمقاومه الفيزيائيه، لان كمان عندي اجهزه مقاومه للحشرات كلنا طبعا عارفينها، وخاصه حتى بنحطها في الحدائق العامه لو في ناموس ولا حاجه بتجذب لها الحشرات، اللي بنسميها الصواعق، يعني بتسمح الحشرات باحتجازها، بعد كده بايه بيحصل صعقها وموتها. طبعا المفروض ان انا ما احطش الصواعق ديت فوق اماكن تجهيز الطعام طبعا، لان ممكن جدا تسبب ان يحصل برضو تلوث للاغذيه. طبعا عدم استخدام المبيدات غير المسموح بها دوليا، المفروض طبعا ناخد بالنا من النقطه دي قوي. توخي الحذر عند استخدام المساحيق حتى لا يتلوث الطعام. عدم استخدام المساحيق في اماكن اعداد الطعام، اللي ممكن المسحوق طبعا لو بودر يعني ممكن يوصل للغذاء. الفكره كلها طبعا المفاجاه هي وجود قائمه من الحشرات والقوارض ترتع في الفنادق ولا تستثني منها فاخرا او عاديا. ولعلمكم بس مش في مصر، حتى في كل الدول الاجنبيه بتعيش هذه، في الادوات اللي بتستخدمها النزيل او داخل وسائد المفارش، الناصعة البياض التي نبهر بنظافتها الظاهره. ولكن طبعا المشكله ان في الحاجات دي موجوده، ولو ما كانش في دايما عمليه التنظيف والوقايه تبقى طبعا مشكله كبيره. المعضله بقى اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي في الفنادق اللي هي الحشره الرحاله. ايه هي بقى الحشره الرحاله ديت؟ ها لو شفنا الصوره دي ممكن نعرفها، كلنا بنعرفها باسم البق. البق طبعا ديت حشره من الحشرات المزعجه جدا جدا، وبتكون موجوده في ثنايا المخدات والمراتب. وطبعا ديت من عدم التهويه الموجوده متوفره بتبقى مشكله كبيره جدا. الحشره دي بنسميها موجوده طبعا في الغرف الفندقيه، وحتى لو في اماكن مثلا يعني مثلا زي القطارات وزي المقاعد اللي بتكون موجوده على المحطات، ممكن جدا في الخشب تلاقي موجود البق دوت، موجوده في الحقائب. يعني ممكن يجي نزيل جاي من مكان في الشنطه بتاعته يكون فيها هذه الحشره اللعينه. وتعد من اذكى الحشرات وامهرها، حيث تنتقل في الثياب وملقات الفراش وفي الحقائب في كل مكان تقدر كده. الحشره دي بنسميها حشره البق البالغه بنيه اللون صغيره الحجم مسطحه، غذائها الدم البشري طبعا، ما تتغذاش بس غير على الدم البشري. بتعيش لفترات طويله بدون طعام، ممكن توصل لسنه تبقى كامنه كده في حته معينه الى ان يصل الشخص تبدا تتغذى عليه. طبعا تسبب عدة البق تهيج الجلد والحكة، وتبقى المشكلة هي عدم معرفة العديد من الفنادق بانتشار الحشرة، لأنها بتتحرك بالليل وإنسان نايم، فطبعا الإنسان ما يحسش بيها، فيقوم الصبح يلاقي جسمه
زي كده طريقة البرغوث يعني. كشفت دراسة علمية أن أستراليا تعاني من وباء متوطن لبقة الفراش، وأن صناعة السياحة بتخسر بسبب هذه الحشرة المصلة للدماء 100 مليون دولار أسترالي، زي 75 مليون دولار يعني في السنة الواحدة. تنتشر الحشرة في كثير من فنادق بريطانيا وأوروبا وأستراليا، لعلمكم أكتر من مصر هنا، يمكن عشان درجات الحرارة، وآسيا وأجزاء كبيرة من أمريكا وعدد من الدول العربية. ظهرت حديثا في فراش يعني، او فرش ارقى الفنادق والشقق المفروشه في كثير من دول العالم. هذه المشكله تواجه الفنادق والنزل والشقق الفندقيه بشكل خاص. الحشره دي صغيره سريعه، بتعمل بشكل خفي جدا وسري، بتفلت من الكشف بعد الزحف الى الحقائب والصناديق والاغراض، عشان كده بيقولوا عليها حشره ذكيه جدا، اضافه الى ان نبيضها من المستحيل رؤيته، ما تشوفوش اصلا بالعين ما تشوفوش بالعين المجرده. ويمكن أن تتعرف على وجود البق بس في الغرفة الفندقية من بقايا الإخراج بتاعه. أما ملاحظة اللون الداكن في أطراف الوسائد، يعني لو أنت شفت في الغرفة اللي أنت بتشتغل، اللي أنت ماسكها، الغرفة الفندقية ديت، الوسائد أو المفارش أو المراتب فيها بقع بنية كده غامقة، أعرف على طول إن الأوضة دي فيها بق، فلازم ناخد الحذر بتاعتنا. وبرده كمان بتبقى ليها ريحه غريبه كده في الوسائد والمراتب، بتبقى ليها مش ريحه مش كويسه يعني، مش ظريفه. او كمان تلاقي في نقط حمراء داكنه صغيره جدا على الاركان بتاعه الحيطه نفسها. يجب عليك فورا ان تبلغ الاداره لتغيير المفروشات او تغيير غرفتك الفندقيه. هو طبعا ده بيتكلم الحته دي للنزيل اللي نازل، لكن كمان اصلا انت لو ماسك الهاوس كيبنج ولقيت الحاجه دي، فانت قبل ما النزيل يشتكي منها انت لازم تكون واخد بالك منها. طبعا بعض الفنادق بدات تحط ماده اسمها السيليكا جيلي، هو طبعا كيس صغير كده فيه حبوبات السيليكا جيل، فيمكن وضع تلك الماده. انتشرت الان اكياس زيت الكافور والنعناع وابو فاس والفيكس، وكل هذه المواد دي كلها منفره للغايه للبق، ولا بد ان توضع بجوار الفرد وهو نائم. يعني يحطوا مثلا عبوه ابو فاس كده، انت عارفين ابو فاس ليها ريحه زي النعناع كده، ريحه قويه، وزيت الكافور الفيكس نفسه، ويتحط والانسان نائم بجوار الفرد. بس طبعا دي ممكن تعمل اذيه يعني، تبقى مش مريحه للجست اللي موجود في الحجره، فلازم احنا دي نعملها من قبل حتى ما تسكن هذه الغرف. طبعا برضو الحاجات اللي هي برضو يعني هي مش مؤذية قد ما ان هي يعني سخيفة قوي، انها تكون موجودة في المكان بتاع الطعام، اللي هو النمل. وطبعا ده بيكون الهجوم بتاعه هجوم صيفي، وطبعا في انواع كتيرة جدا من النمل، في نمل الابيض وفي نمل اسود وفي ناس نمل محمر وهكذا. فطبعا النمل دوت مع زيادة الحرارة بيزداد عدد النمل، ونظرا ان المصايف والمنتجعات ترتبط بالصيف والحراره، في النمل بقى بينشط في هذه الاماكن. وعند اقتراب الصيف طبعا النمل مش بيأذي الانسان، ولكنه بيبني مستعمرات بها الاف وربما مئات الالاف من النمل، في جماعات طبعا منظمه جدا. النمل منتشر بكثره في المناطق اللي فيها الطقس بتاعها دافي، يعيش بعض انواع النمل في انفاق تحت الارض. يوجد في من النمل اكثر من 10,000 نوع، طبعا في انواع كتيره جدا، في منها الوان داكنه زي الاسود البني اللون الصدأ، ولكن بعضه ذات الوان زاهيه زي الاصفر والازرق والاخضر والارجواني. يتم القضاء على النمل عن طريق استخدام طبعا مبيدات المبيدات او المنفرات العطريه، يعني رش حاجه كده عطريه. يتركز النمل في الاركان الخشبيه في الغرفه او في اماكن البناء الضعيفه في الاسطح والارضيات. كمان برضو من الحشرات المزعجه اللي هو الصرصور الاسود، طبعا دوت المنظر بتاعه. والصرصور دوت بيشمئز منه طبعا الانسان، غير الصرصور العادي كمان بتاع الحمامات دوت. يعد مؤشرا على عدم نظافة المكان، يوجد بأشكال مختلفة، وهناك برضو أنواع آلاف الأنواع منه، لكن بأكتر نوع في الانتشار في الفنادق هو الصرصور الألماني والأمريكي. عشان برضو تعرفوا إن أول صرصور دخل في مصر كان صرصور جاي على مراكب بريطانية، فالصرصور الألماني والأمريكي أكتر صرصور بينتشر في الفنادق. ويعتبر ظهوره في الغرفة دليلا على وجود بقايا طعام وعدم نظافة الغرفة بشكل كامل. دي برضو واقع على العامل اللي هو مسؤول عن الهاوس كيبنج. وطبعا برضو كمان موجودة في المطاعم، لأن برضو المطاعم فيه بقايا طعام. إذا وجد الصرصور فهو لا ينقل أي أمراض أو يؤذي الإنسان، إلا أن وجوده يستفز الإنسان بشكل كبير جدا. طبعا
الصرصور اللي هو الاسود اللي هو النوع دوت يعني، بيوجد في الاواني او صناعه القهوه او دولاب الملابس والاخشاب. يمكن ان تستخدم الروائح النفاذه لطرد الصرصور من الغرفه. كمان في البرغوث طبعا الطائر اللي هو يعني اللي بنكون بنتكلم على البق قلنا عنه. طبعا البرغوث ده مشكلته ان هو طبعا يقرص ويطير، ولا مشكله كبيره طبعا. طفيلات خارجيه برضو تتغذى على الدم مثل البق تماما، الا انها ليست ملازمه له باستمرار. البرغوث دوت بيستطيع طبعا امتصاص دم الانسان، عامل زي الناموس بالظبط برضو. ما الناموس يعني الناموس والبرغوث والبق تشتغل على طول على دم الانسان. قد تتطفل البراغيث الجرذان وتنقل امراضا كده، يعني معناها ان ممكن يجي لي برغوث من قطه او من فار او من جرذ طبعا، ويكون الفار او الجرذ دوت فيه مرض طبعا. تعرفين يعني امراض الطاعون والحاجات الخطيره ديت بتكون من البراغيث ديت يعني، كالطاعون الذي يصيب الانسان والتيفوس والورام المخاطي الفيروسي. وقد تسبب البراغيث المضيف ايضا ده البراغيث، وهو عبارة طبعا عن حكة شديدة جدا تؤدي إلى خدوش جلدية، مضاعفات وبقع حمراء تنتشر على الجلد بسبب لدغات المتكررة. لأن البرغوث ده لما بيجي يقرص بتلاقي القرصات جنب بعض جنب بعض، حتى أنت تقدر تفرق بين قرصة الناموسة وقرصة البرغوث. البرغوث الناموسة بتقرص قرصة، وممكن في مكان تاني تقرص قرصة تانية مش جنب بعض. البرغوث لأن هو طاير وبيبقى عامل كأنه يعني بيعمل كذا لدغة ورا بعض، فتلاقي المكان فيه اكتر من حبايه من مكان احمر كده، نقط حمراء جنب بعضها وصغيره، بتعرف ان ديت لدغه برغوث. الغرفه الفندقيه لا يمكن باي حال من الاحوال رؤيه البرغوث. طبعا سريع الحركه جدا، ولكن لازم عشان نلغي يعني نقضي على هذا البرغوث لازم نعقم الغرفة بتعقيم خاص للطفيلات. طبعا دلوقتي الحمد لله ان في شركات كتيرة جدا بتهتم، بشركات خاصة بالتطهير من الحشرات، فبتيجي للأماكن دي بتعمل تطهير كده دوي على حسب الحالة بتاعة المكان. تقام البرغيث باستخدام المبيدات الحشرية برضو المناسبة. أما المقاومة منها طبعا النظافة ومفيش تراكم. تعرفين ان البراغيث أكتر حاجة بتجيبها تراكم التراب اللي هو موجود، الغبار اللي موجود على الأساس وفي زوايا المنازل دي بتجيب البراغيث، أو وجود طبعا كمان الحيوانات اللي هي تنقل هذه البراغيث. تبني البراغيث أعشاشها في زوايا الحجرات حيث يكسر الغبار، فإذا لاحظت وجود أتربة بالغرفة الفندقية فتأكد يقينا أن هناك برغوثا يوجد في هذا الغبار. في كمان العنكبوت الأسود، ده طبعا برضو شكل من الأشكال بتاعته، هو من الحشرات اللي بتتواجد بكثرة على النوافذ أو في التراسات أو بين الديكورات زي أعمدة الإنارة الخاصة أو الديكورات في أطراف الغرفة. هذه الحشرة برضو ما بتأذيش الإنسان، ولكنها مؤشر برضو أي حشرة موجودة تبقى دليل على عدم النظافة ولا تسبب أذى الإنسان باستثناء بعض الأنواع بتكون سامة. من أشهرها الأرملة السوداء، وتعرف بوجودها عن طريق ملاحظة الخيط الحريري الذي تحيك به العنكبوت بتفنن شبكتها، وهي في الحقيقة مجموعة خيوط متلفة على بعض وربما تكون سامة. لذلك لابد من استدعاء إدارة الغرف وطلب تنظيف الأماكن التي لاحظت فيها هذه الحشرات. الأسئلة بتاعت المحاضرة رقم 6 نفس الوضع برضو، مجموعة أسئلة في صح وخطأ وكلها صحيحة. هناك عدة طرق لمقاومة مكافحة تلف الأثاث والمواد الغذائية والملابس، من بينها المقاومة البيولوجية. اشرح أساليب المستخدمة في هذه الطريقة. يعني احنا دلوقتي لما اتكلمنا مع ذكر أسماء الطرق الأخرى، يعني أنا عاوز في السؤال دوت تقول لي الطرق اللي احنا قلناها. احنا قلنا حوالي 6 طرق، تقولهم كده 1 2 3 4 5 6، وتمسك المقاومة البيولوجية منهم تقول لي احنا عملنا فيها ايه اللي عملناه بالظبط، وهم طبعا موجودين ورا بعض في عدة نقاط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في لقاء في المحاضرة القادمة.